السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده موقع اسمه AISEO. AI اللي هو Artificial Intelligence وSEO اللي هو محركات البحث. ازاي انت تعمل حاجة محركات البحث تبقى صديقة ليها، يعني انت تكتب الكلمات اللي محركات البحث بتدور عليها، فبتلاقي حاجة كتير جدا. ممكن تعمل مثلا Long Form Assassin Command Mood Article Generator مثلا، نختار دوت. هو يساعدك بقى في ان انت تكتب المحتوى ويعملك محتوى احترافي ويبقى فيه الهام وابداع وفيه موارد. طيب انت عايز تتكلم عن ايه؟ وليكن مثلا عن الاسيو. سيف بالاسيو ان جوجل سيرش. طبعا هو في كل المحركات البحث، لكن هو طبعا جوجل هو اكبر محرك بحث واكبر اكتر محركات البحث معتمد عليه. طيب سيف هيبدا يطرح لك الاي او كيوردز، الكلمات الاساسيه. تختار بقى اللغات، في لغات كتيره جدا هو بيعتمد عليها او بيقدر يشتغل فيها. جاب لي هنا الـ اهم الكلمات او اهم التاكس اللي ممكن استخدمها. دي الجولز بتاعتي، اقول له سيف جنريت ايدياز، فيبدا يجيب لي الجنريت انترو. اختار بقى الافكار اللي انت عايزها وليكن ديت. يعني هو واحده واحده بيعمل لك محتوى احترافي، لما تنشره في المدونه بتلاقي ان ناس كتيرة بتزور المدونة بتاعتك او بتزور الموقع بتاعك. هيجيب لي بقى الاوتلاين وبعد كده الارتيكل. كتب لي كده الاوتلاين، فانت بتشوف اني اوتلاين اللي مناسب ليك، بتدوس عليه بيجيب لك بقى الجنريت درافت ارتيكل وكل واحدة العناصر الرئيسية والنقط الرئيسية. لو انت عايز تحط كيورد اقول له كرييتيو جروب، فبيبدا تشوف المقاله بالشكل دوت. متقسمه للفصول ومتقسمه للنقاط ومتقسمه بشكل قوي وفيها حاجه كويسه جدا، فانت اختار الموضوع اللي انت بتفهم فيه، هو هيبدا يظبط لك مقال محترم ما يخرش الميه. تقدر تعمل له سبورت بعد كده كبي دي اف او دوكيومنتس او اتش تي ام ال. طبعا هو في ادوات كتيره جدا، احنا شفنا واحده بس، لكن هو في حاجات كتيره جدا. تمام، حتى ان هو ممكن يعمل لك صوره، ممكن يعمل لك اي اي ارت جنريتور، في اكتر من تمبليت بحيث لو انت هتكتب كتاب او هتعمل وصف لمنتج تبع الامازون او هتعمل حاجه زي مثلا حاجة للانستجرام، كل الحاجات دي موجودة. وفي حاجات مثلا خاصة باليوتيوب، حاجات خاصة بتسهيل الكتابة أو إعادة الكتابة. فموقع كويس جدا، فيه شوية مزايا كويسة.